السلام عليكم جميعا، ان شاء الله تكونوا بخير. وياكم مستر سيف من امريكا. اليوم جيت على هذا الستور الصيني اللي يبيعون بيه اكلات بحريه، وهو سوبر ماركت، بس نحن راح نركز على الاكلات البحريه الموجوده هنا. اللي اول شيء عندهم هنا الكراب، الكابوريا، ما يقولون اخواننا المصريين شيء كلش غريب اللي عندهم. يبيعون ضفادع، حي ياكلون الضفادع العينتين. شوف ضفادع حي شلون ياكلون هذني، ياكلون ضفادع حي هنا. مو بس هيك، حتى يبيعون سلحفات عندهم هنا، يبيعوهم ياكلون سلحفات حيه وعندهم ضفادع. اول مره اشوف ستور يبيع ضفادع، ضفادع سود. بعد ايش عندهم هنا؟ باقي الاكلات هاي هنا عندهم بحاريات، مجمد هنا، هذا مالتهم، هذا السمك الحي الموجود، الجمبري مالتهم هنا، هذا يشبه الزبادي، سمك اصفر رايح ما عندهم فلي، هذا الجمبري قصقص، حتى يبيعون ثرب. طيب هنا ما ادري شنو عوصله يبيعوها. هاي بعض السمك الموجودين، هاي دم، هذا الباز، وهنا الكارب، الكارب المعدل، هذه السمكة مع سبحان الله شلون خلق عليها. هنا يبيعون روس ما السمك، هذا الشغلات اللي هنا موجودة، وعندهم السلمون. هاي هنا شنو يبيعون؟ اعتقد هذا شغلات هواي عندهم، مال خنزير، ما احب اصور خنزير. هاي هنا اكو السلمون، وعندهم بشوفكم اخر شيء هاي هنا اللحوم مالتهم، بس اكثر شيء عندهم مثل ما قلت الخنزير. مو خنزير هواية، نحاول نمشي على السريع. هنا هاي اللحوم كلش حلوة بالترتيب مالتهم، طبعا ما اخذ من هنا لحم لان ما حلال، ولكن يعجبني الترتيب مالتهم. المهم ان لحمهم يصير ارخص من اللحوم الموجودة بالستورات العربية، بس نحن ناخذ من الستورات العربية. هنا حتى يبيعون هذا الشيء، الدم، هذا دم مسوي مثل الجلد، دم هذا بالله. هاي هنا يبيعون رجلين الدجاج والدم وضفادع، بعد اشتريته. وعندهم هنا هذا الدجاج الاسود، يقولون عليه كلش غالي، بس هنا السعر مالته 12 دولار. وهاي الباقي هم عندهم حتى استفاد روس البط، وهنا السمك، بس هنا شيء الله اعلم، اكلهم غريب.
هذا شنو؟ بيف ليك وجنين البقرة. لكن أغرب شيء عندهم الضفادع والدم والرجلين الدجاج، وعندنا آخر شيء روس البط اللي هو هذا. هذا الفيديو اليوم، إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من لايك والاشتراك، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو واحد.